ولا كلمة مع سلوى الأطريب. مستعدة؟ ست أسئلة ممكن نجاوب عليهم بولا كلمة. أول سؤال، أنا سلوى الأطريب قد ما غبت الجمهور بيتذكرني. ثاني سؤال، من يوم اللي بعدت لا في فن ولا من يحزنون. ثالث سؤال، بنتي ألين رح بتكمل المشوار مطرحي. العمل مع روميو لحود بنفس الأهمية مثل العمل مع الرحيبني. خامس سؤال، بعد 10 سنوات تراث لبنان الفني مصيره مجهول. بعد إطلالة الليلة نسبة العودة إلى الساحة كبرت كتير. خجلتني. معكش. اختاري سؤال من هالست أسئلة سلوى الأطريب و... التراث. تراث لبنان من هلأ لعشر سنوات مصير مجهول، يعني يلي عم يتغنى اليوم هو التراث اللي جاي. خلينا على مصيره مجهول، ما فينا نقول أكثر من هيك، لأن الله يطول بعمر الموجودين يلي بيقدروا يعملوا تراث لبناني ومسرح لبناني. مين؟ الرحباني، روميو لحود، مين بعد في؟ في مخرجين، في عندك في مخرجين كانوا يعملوا أعمال بس مش مثل رحابني وروميو. مين اللبناني يلي ماسك الأغنية اللبنانية اليوم؟ مين الصوت يلي برأيك انه هو بعد 10 سنين رح تغني اغنيته العالم باللون اللبناني باللهجه اللبنانيه؟ ما بعرف، صار في خليط كثير، ما في حدا. ما بتعرفي او فقد الامل؟ لا، ما في، يعني ما في واحد تقول هيدا هو بعده ماشي ومكمل، لانه عم صار في خليط بكل شيء، حتى هن اللي عم بيغنوا كانوا لبناني عم يخلطوا لحتى يصير عندهم رواج بالفن تيروجوا اعمالهم لبرا، يعني منهم ثابتين. وائل كفوري كيف بتلاقيه؟ صوت حلو وائل، طبعا صوت اللبناني. ايه صوت حلو كثير، بس بدي اعطي ملاحظه، غير اللوك تبعه، انا ما بحب اللوك اللي عامله. الشعر المسبسل الطويل وبغني لبناني، لا شوي صعبه. يعني شو لازم يكون؟ لا خليه يرجع يقص شعراته، هن شعراته حلوين بس يقصهم مثل ما نحن معودين عليه. قد ايه هالقد بيأثر اللوك سلوى الأطريب؟ ايه انا عم غني جبلي وعم غني موال وكشب وشعراتي مسبسلين وطوال، لا ما شو خص اللوك بالصوت؟ مش بس بالصوت، باللون. باللون اللبناني؟ اللون اللبناني، اذا بدك تغني دبكي او بدك تغني ميجانة وعتابة. عاصي الحلاني صوته حلو كثير، عفوق عاصي قريب لإلي ساكن بنفس الشارع. حزمية صوته حلو. نجوى كرم كثير بحب لها صوتها، كمان صوت لبناني وبيأدي. ملحم بركات حلو كثير صوته. مجد الرومي صوته بالكلاسيك كمان كثير حلو، كل واحد عنده طريق خاص فيه. اي اغنيه بتسمعي من هالجيل كله، مش من اللي ذكرتهم، من الجيل بتدنيها هيك بتحبيها تقولي انه حلوه؟ لا بدندن، لا بسمع اللحن، يعني في الحان بتفوت، لانه انا مش عم بفتح راديو كل يوم. اي لحن هيك كثير في لفاضل شاكر؟ في اغنيه مره سمعتها بنتي فاتحه الراديو، اصلا فضل صوته كثير حلو كثير حلو. مروان خوري عنده الحان كثير حلوه كمان، بس فضل في اخر وحده مأثر فيي؟ مش عارفة، ما بعرف شو هي شو هو، بس بعرف إنه بس أنا ومرقة هيك من حد أوضتها استوقفتني الأغنية. أنا إذا في شيء بيستوقفني بجمد هيك، بحس إنه في شيء فات على دينتي، إي. وبعدين الباقيين بيمرقوا مرور الكرام. بصير في هيك عجقة، خلطة، ما بيعود راسك يحمل. تسمعي خليجي؟ إي الخليجي حلو. بتحبي؟ إي أكيد. لمين تسمعي؟ ما تسألني، ما بعرف اسميهم لانه نكتار اسم الله. رويشد و عبد الله رويشد وحسين الجاسم. حسين الجاسم اثنيناتهم ضيوفي برمضان. صحيح خير. رح اقول لهم. ايه من كل بد. بدنا بالمعجون تختاري انت كره حتى نصنع منها مجسم، اي لون بدك؟ اصفر اورانج، لو في احمر كنت اخذت احمر.
بقرب كرسي لهون. ايه انا بقرب لك هيدي. حبيتها بقرب كرسي لهون. ماشي انا كثير كثير هينه اللي بدي اعملها. وبدك تسالني ليه؟ مش هلا. لا بعد الفاصل رح شوف شو عملتي خلال الفاصل. ماشي رح اعتز كثير منها من الكره. رح خلي الناس يشوفوا بعد الفاصل. وفي شخص ورا الستار. نعم رح تشوفي مين هو يجي ينتحل شخصية سلوى القطريب. الإجابة عن 6 أسئلة معك سلوى القطريب في هذه الليلة الرمضانية عبر أكيد مايسترو.